جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة المصرية من أجل حفظ الأمن محلياً وإقليمياً ودولياً، جهود من بينها أنه تنفيذاً لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى السودان الشقيق للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخراً دولة جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر المحوري في محيطها القاري ولمساندة الدول الإفريقية الشقيقة على تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. كما التقى في وقت سابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي سمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكلا الجانبين، وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات المشتركة. ومن جانبه أشاد رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين البلدين، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بمصر. تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم والثقة للمهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وتنفيذ التدريب على التزود بالوقود في الجو، وكذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتل القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة. إسراء سعد، آخر النهار.